الطقس مثالي لهواة الرياضة في الهواء الطلق وتحت أشعة الشمس نادرة السطوع خلال شهر ديسمبر في مدينة إسطنبول، لكنه ليس مثاليا بالنسبة للمزارع قدري الذي يشرح لنا كيف تسبب اضطراب مواعيد المطر في تلف محصوله الزراعي. الأمطار هذه السنة هطلت في غير موعدها، أي أنها لم تمطر عندما كنا بحاجة لها، وأمطرت حين لم نعد بحاجة لها، فأفسدت محاصيلنا وقللت إنتاجنا، حتى الحشائش التي نزرعها لإطعام حيواناتنا تلفت. على مقربة من الحقل تمر قناة إسطنبول المائية. يقول أهل القرية إن مياهها كانت تغمر معظم جذوع الأشجار هذه. أما حال السدود الكبيرة في تركيا فليس أفضل حالا، تؤكد هذه المشاهد ما أعلنته الدولة من تراجع في مخزونها. نحن في بداية موجة جفاف، تبدأ الظروف الجوية ثم تنعكس على البحيرات والسدود. في العام الماضي تعرضت بعض المناطق في تركيا لجفاف خطير أيضا في موسم الخريف بسبب تراجع معدل الأمطار من 20 إلى 60%، وهذا له تأثير مباشر على تجديد مخزون السدود. ومع التغير المناخي الحاصل يبدو أن الحقول والأراضي الزراعية ما زالت قادرة على مقاومته والتكيف معه عبر التمسك بخضرتها وجمالها. ورغم انخفاض منسوب المطر في تركيا حتى الآن، فإن الأمل معقود على قادم الأيام من فصل الشتاء لعلها تغيث السدود والأراضي الزراعية، لا سيما وأن موسم الأمطار ما زال في جعبته الكثير من الوقت. محمد المشهراوي، سكاي نيوز عربية، إسطنبول.